الانطلاقات تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الصباح المميز الجميل في هذا اليوم الممتع لهذا السن المميز. السن والجيل الناشئ هنا والبحث عن درر هذه النوعيات المتميزة هنا في هذه المكرمة، مكرمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله ورعاه. هنا نتابع شوطنا الرابع الخاص بالقعدان، هنا أيضا الفطامين الصدارة والمقدمة هو المركز الأول وصدارة هذا الشوط. فجاج ساري بن بخيت بن مبارك المزروعي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني شاهين حميد بن قنون بن سعيد بن سلام الاقتبي، ومن الجانب الآخر مشغل سيف بن مصبح بن محمد الكيبالي المنطلق، ووصل هنا في هذه اللحظات في هذا الانطلاق العقربي لريو بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري. والمركز الخامس المركز الخامس والقادم في هذه اللحظات هنا ايضا عنيد العبد العزيز بن محمد بن حريب الشامسي. هذه هي الاسماء، ولكن الصداره مع مشغل من انطلق الى الصداره. قادم هناك من ميدان السوان ايضا بهذا الانطلاق سيف بن مصبح بن محمد كيبالي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور عصا قوس حتى هذه اللحظة. السلوم المركز الثاني ياتينا هناك شاهين حميد بن قنور بن سعيد بن سلام اللي اقتبي، وهنا العقربي يريو بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، والقادم بن يعد أراه قادم في هذه اللحظات. هنا حشيم عبد الله بن خليفة بن يعد الحميري أيضا قادم في هذا الأداء، ولكن هنا صدارة مع مشغل على الصدارة، مشغل على المقدمة، مشغل بالفوز. سلام قلفار، سلام رأس الخيمة، سلام تهانينا على هذا الأداء المميز السيف بن مصبح بن محمد الكيبالي على هذا الفوز. المركز الثاني حشيم عبد الله بن قريبة بن يعد الحميري، هناك العقرب بن ريو بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري، ويأتينا هناك شاهين لحميد بن قنور بن سعيد بن سلام الاقتبي، وهناك أيضا ساري بن بخيت بن مبارك المزروعي فجاج خامسا. والتوقيت الزمني دقيقتين و11 ثانية هو التوقيت الزمني في هذا الشوط.